صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في مشوار جديد يجمعنا بكم في صباح المملكة نهاية الأسبوع. في الذكرى الأولى لفاجعة البحر الميت، هل تخطى الأطفال الناجون هذه الصدمة وهذه الحادثة؟ هل تخطى الأهالي؟ هل تخطى المجتمع؟ كيف نؤهل نفسيا لتخطي هذا النوع من الصدمات؟ أما في مجال العمل، كيف نخطط لمرحلة ما بعد التقاعد؟ أما في التغذية، الملصقات خلف المنتجات الغذائية كيف نقرأها وماذا فيها؟ بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، فأهلا بكم. صباح الخير. لم يكن عام 2018 كباقي الأعوام بالنسبة للأردنيين، فبتاريخ اليوم 25 تشرين الأول قبل عام فجع الأردنيون بالحادثة التي راح ضحيتها 22 طفلا كانوا في رحلة مدرسية بالقرب من البحر الميت. بعيدا عن التفاصيل، لماذا وكيف ومن المسؤول؟ بعد عام كيف يعيش من نجوا من هذه الحادثة؟ هل نجوا أيضا من أثر هذه الصدمة؟ كيف ممكن أن نمنع التأثير النفسي على حياتهم ومستقبلهم؟ ما دور الأهل؟ ما دور المجتمع في كل هذا؟ وأهمية المعالجة النفسية واستمراريتها لصدمة الأطفال الذين فقدوا جزءا من حياتهم بموت أصدقائهم أمام أعينهم؟ هل نحن كأهل جاهزون لمساعدة أنفسنا أولا ثم أطفالنا لتخطي أي مواقف صعبة قد تلم بنا؟ الحياة مليئة بالمواقف. هل نتعايش مع واقع الصدمات؟ هذا ما سيكون محور نقاشنا اليوم في الجزء الأول من حلقتنا مع الأخصائي النفسي عاطف الشواورة. لكن قبل البداية نستمع لأصوات بعض من نجوا من حادثة البحر الميت وكيف تخطوا ما حدث اليوم في هذا التقرير. سنستمع إلى عمر وأحمد وتولي. آخر فيديو نزلته كان تاريخ 10/10/2018، كان قبل الحادث ب15 يوم. بدي أنزل فيديو جديد على يوم 25، بدي أنزل ضحكة عن الحادث وجهتي أنا من الحادث. What's up guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Omar Soub. I am 12 years old and today I will be talking about the anniversary of the flash flood accident that happened in Jordan Dead Sea. I just woke up normally in the morning. I got ready for school. And then I went to school, but without my bag, because it was a school trip, obviously. كرة القدم تعني لي كل شيء بحياتي. لأنه كرة القدم بحياتي إنه وقت فراغي. وقت مثلا لما أشعر بالضياق أو إشي زي هيك بروح بلعبها. اللي تغير في حياتي من يوم انه فقدت اصحابي، وهذا الاشي يعني كثير اشي كبير. يعني الناس بتفكروا انه بس فتره وبتعدي، بس انه انت بتكون بحادثه البحر الميت وانت بتحس بنفس الشيء، بتشوف اصحابك بيغرقوا قدامك، بتحس انه الاشي صح. يعني تشوف انه اشي كثير صعب عليك، تفقد اصحابك بتشوفهم ان كان كبير ولا صغير. اتذكر الحادثه بكل تفاصيلها، ادق التفاصيل لاكبر تفصيل، ما بغيب المشهد من بالي ابدا. صرت اكره البحر الميت كله. يعني طول ما انت هناك زي كانه الموت بيمشي قدامك، ولا بتنسى اي لحظه ولا اي ثانيه ولا اي شيء، حتى المكان اللي كنا قاعدين فيه ما بننساه. بحس انه نفسيات اللي نجوا انهم اصحابي تغيرت شوي، بس في منهم يعني بيحاولوا انه يجتازوا هذا الشيء، وفي منهم ما بيقدروا. قدم لنا انه مساعده 3-4 مرات، اجوني دكتورة اجتني كمان حكت انه حالتي ما فيها شيء، قعدت معي. اما النجو ما بعرف اذا حدا اجاهم ولا لا. اكثر شيء ازعجني بعد الحادثة انه كيف الكل تقريبا نساهم، وما في زيارات متابعة للاهل، الاهل اللي توفوا، وبرضه كمان للناجين ما في متابعة. يعني بحس بالكابوس مثلا بيجوا لي انه هم مثلا ساعدينا ايش زي هيك، انه مرات بكونوا زعلانين مرات مبسوطين. لما اصحى انه كثير بكون مزعوجه ومتضايقه، بس بنفس الوقت انه بعطي لحالي امل انه انا راح اوصل للي بدي اياه وراح اعيش كل يوم بيومه، لانه بالنهايه هاي حياه بدها تمشي وبدي اوصل لهدفي.
بشوف تولين بعد 10 سنين محترفة برا الأردن أو بالمنتخب الأردني أساسية إن شاء الله. مش شايف عمل فيها كبير يعني، بنت لعيبة كثير ولعمرها كثير منيح يعني. نرحب بمشاهدينا بالاخصائي النفسي عاطف الشواوري. اهلا وسهلا شواشري. اهلا وسهلا فيك. يعني اولا حجم هذه الصدمه يعني حجم كبير. نعم. يعني المجتمع كله لم يستطع ان يتخطى الى الان هول هذه الفاجعه، فما بالك الاطفال الذين يعني وجدوا انفسهم في يعني منتصف هذه الحادثه، يعني يواجهون الموت. بدايه كيف نتعامل مع الطفل الذي نجا من هذا الحادث؟ شكراً، صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. الحقيقة هي فعلاً فاجعة كانت وهزت جميع الأردنيين والمراقبين والناس اللي عرفوا بهذا الخبر. ومثل هذه الكوارث اللي بتصير بين فترة وفترة في جميع مناطق العالم لا شك تحتاج إلى طريقة نفسية للتعامل مع الناس الناجين وحتى الأسر الأطفال اللي فقدناهم. بالتأكيد يعني من الناحية النفسية لابد من أنه هؤلاء الأطفال ينعرضوا على أخصائي نفسي ويتم متابعة حالتهم، وفي كثير من التكنيكات العلاجية اللي طورت عالميا للحد من الآثار الناشئة عن هذا الاضطراب أو هذه الأزمة. بشكل سريع يمكن القول بأنه مساعدة هؤلاء الأطفال على رواية قصة الصدمة النفسية اللي عاشوها من خلال مختص نفسي هو الطريقة الأمثل واللي الآن عالميا معتمدة للحد من الكوابيس والأحلام الليلية اللي هي النايت ميرز، للحد من الصور المتكررة والفلاشات اللي بتشتغل عند هؤلاء الأطفال بالمواقف الاجتماعية، والحد من الانسحاب الاجتماعي لكل الأطفال اللي بيشعروا بين فترة وفترة إنه رغبة في الجلوس والتأمل الداخلي لكل الأحداث اللي شافوها واللي عم تتكرر بين فترة وأخرى. وبالتالي إحنا معنيين إذا بدنا نحكي عن التعامل بالطريقة المثلى أن يكون في أخصائي نفسي متابع جيد للحالة ويساعد هؤلاء الأطفال على التخلص من كل الأعراض اللي تسمى أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ما هي يعني شكل هاي الأعراض؟ يعني كل طفل يمكن تختلف الأعراض التي لا هي لا تختلف كثيرا، هي ممكن يعني بعض الأعراض تظهر عند بعض الأطفال ولا تظهر عند آخرين، بس بشكل عام إحنا بنحكي عن اضطراب يسمى اضطراب الضغوط التالية للصدمات، واللي أنا ذكرت الآن بعض هذه الأعراض. مثلا من الأعراض الأخرى غير الأحلام والكوابيس الليلية، الانسحاب الاجتماعي، الصور المتكررة لأكثر الأحداث إيلاما وهي لحظات الغرق ولحظات التقلب في الماء ولحظات الصراخ والأصوات اللي كانوا عم بيسمعوها من الماء ومن الأطفال اللي عم بيصرخوا، كل هذا بيشتغل في الذاكرة بصورة متفاعلة، فبتنشط عند هؤلاء الأطفال ما تسمى بالذاكرة الساخنة، ولذلك هؤلاء الأطفال أحيانا يفقدون جزء من الذاكرة الخاصة بهذه الصدمة، يعني بيصير في فقدان ذاكرة جزئي. عشان هيك إحنا بنحكي إنه إعادة تأهيلهم يتضمن إنه تركيزهم في الحياة بينصب على هاي الفترة، على هذا اليوم بالذات اللي صارت فيه الكارثة، وبالتالي إحنا محتاجين إنه نفرد اهتمامهم وانتباههم على كل حياتهم من اللحظة اللي بلش فيها الوعي على عمر 3 إلى 4 سنوات إلى هذه اللحظة، وبالتالي ما بيظل هو عامل فوكس وعايش فقط بهذه الفترة الزمنية، هذه 24 ساعة اللي عاشها ككارثة، اليومين اللي تلو الحادثة من لحظات الذهول، لحظات التأمل، لحظات الصمت، لحظات الصراخ أحياناً، أو فقدان الثقة بكل الأشياء اللي ارتبطت بهذه الحادثة. إذا لاحظتي في التقرير أحد الأطفال بيحكي لك المكان حتى صرنا نكرهه، طبعاً لأنه وهذا شيء طبيعي يعني بالنسبة شيء طبيعي لأنه ارتباطات عشوائية تحدث، وبالتالي بتصير الأشياء العادية اللي ما كانت تستجر استجابة الخوف بتصير تستجر استجابة الخوف. طيب معناته إحنا بنحكي عن مشكلة بحجم كبير، هل الأهل أيضاً يعني إن كان بهذه الحادثة وأيضاً هناك حوادث كثيرة من فقدان أحياناً أب أحياناً أم وغيرها من المصائب في هذه الدنيا، هل الأهل قادرين على أولاً هم استيعاب المصيبة أو استيعاب الحادث حتى يستطيعوا مساعدة أهلهم وكيف؟
هذا بيعتمد على نمط الشخصية عند الأباء والأمهات وعند الإخوان، بس بشكل عام الإجابة لا، لأنه حتى الأهل يعني اللي ابنهم دخل في هذه الأزمة سواء كان مفقود أو ناجي، هم نفسهم أصلا يعني ربما يعانوا أحيانا مثل الأطفال وربما أكثر، لأنه في نوع من التمثل العاطفي دائما بين الآباء والأبناء. وبالتالي أنا نفسي إذا كنت أب أو أم وعندي طفل عاش هذه التجربة، أنا نفسي أحتاج إلى إعادة تأهيل، أحتاج إلى نوع من الدعم النفسي، أحتاج إلى على الأقل ينفتح لي ملف بيسك يعني عند أخصائي نفسي ويتابعني ويرشدني إلى آلية التخلص من هذه الانفعالات. هذه الانفعالات إذا يعني إذا لم تجد التدخل النفسي والتربوي والاجتماعي المناسب، قد تتحول في لحظة ما إلى نوع من الاكتئاب، قد تتحول إلى نوع من القلق، وبالتالي هذا الشخص يصبح مهتز ولا يستطيع حتى التعامل. يعني ربما الطفل يتجاوز هذه الأزمة، لكن ربما الأم أو الأب لا يستطيع التجاوز كثير من التغيرات اللي بتصير حتى بطريقة التفكير وبطريقة الخوف والقلق على هذا الطفل. يعني أنا متأكد الآن، ويمكن بيسمعونا الآباء والأمهات اللي أبنائهم ناجين الآن، لو ابنه بده يروح مسافة يمكن السوبر ماركت ويرجع راح يشعر أنه هيك في نوع من الجفلان، في نوع من القلق، وبالتالي هو يعيش التوتر. وحتى أحيانا يعني الآباء والأمهات بيزيدوا قلق الأطفال نتيجة استجابتهم الانفعالية الضاغطة والمبالغ فيها، وبالتالي هم أيضا ضحايا، يعني هم كمان محتاجين نوع من التدخل. نعم، طيب ما الحل برأيك؟ يعني أين نبدأ؟ يعني إذا حاولنا هيك أن نتحدث مباشرة إلى الأهل، نعم، فما هي الكلمات التي من الممكن أن تساعدهم على تخطي هذا الموضوع، أو يعني البداية منه؟ يعني أولا على الآباء والأمهات أن يدركوا أنه هذه الحادثة هي قضاء وقدر، ومثل هذه الحوادث لا تكون موجهة للنيل منا كأشخاص، وبالتالي إحنا بدنا نتقبلها أيا كانت نتائجها. وعليهم أن يعرفوا أيضا بأنه هذا الطفل اللي هو أمانة بين إيديهم، هم معنيين بأنهم يشعروا بالطمأنينة، يشعروا بالارتياح، ويتحدثوا معه كما لو كان شيئا لم يكن. وبالتالي هذه حالة الإطمئنان. أليس هذا نوع من يعني الإنكار؟ لا، هو ليس نوع من الإنكار، هو نوع من التسامي. يعني أنه أنا ممكن صحيح بشعر بالقلق على ابني بسبب هذه الأزمة، بس أنا يجب أن لا أشعر ابني بأن أنا خايف عليه جدا أو أني أنا قلق جدا، وبالتالي يعني أنقل له هذا القلق فتصبح شخصيته أيضا فيها نوع من الاهتزاز. يعني أنا بدي أتسامى، بدي أشعر أنه ما حدث هو حدث وانتهى، وبالتالي أنت الآن تشعر في أمان، تشعر في اطمئنان، وأتعامل معه بنوع من الطمأنينة حتى هذا الطفل كمان يقدر يعني يتجاوز هذه المرحلة اللي هو عاشها. أما إذا ظلينا عاملين الأسرة أو بيت الأسرة يعني مهتز والحديث طول الوقت عن هذه الأزمة وديروا بالكم تبعدوا، ما بدنا نركب سيارات، ما بدنا نروح، ما بدنا نيجي، لا، نتعامل العكس تماما. يعني إذا يعني كنت تشعر بالقلق أعطي الطفل وادفعه لممارسة شيء. نعم، يعني ممكن نقول بداية العواطف والحب الاحتضان بالدرجة الأولى، هذا شيء بديهي. يعني لا شك أنه كل الأباء معنيين أنهم يحتضنوا أبنائهم، يكونوا قريبين منهم، ما يتركوهم يعني أسرى للأفكار الليلية وللتخيلات والصور الذهنية. كل ما استطعنا أن نكون قريبين من الأبناء من الناحية العاطفية، لكن بشكل إيش؟ بشكل آمن. إذا كان فرضنا عليهم نوع من التعلق الزائد والحماية الزائدة، لا، النتائج ستكون عكسية. إحنا بدنا نكون عاطفيين وبدنا نعطيهم هذا الأمان والإطمئنان، لكن بنفس الوقت بدنا نحافظ على استقلالية الشخصية، وأن يكون بناء الشخصية لدى هذا الطفل بناء متوازن، بناء مستقل، يستطيع أن يعني يخرج لواقع الحياة، ما يظل أسير لهذه الحادثة. الآن أعتقد يعني دور الأخصائيين الاجتماعيين يجب أن يكون كمان في هذه المرحلة مهم جدا، أنه نتجاوز هذا الموضوع ونطلع ونمارس أنشطتنا الرياضية والفنية والرحلات ونعيش بشكل طبيعي. فهذا مهم جدا على الآباء أنهم يعني ما يظلوا عاملين هذه الحماية اللي هي أصلا يعني أصلا حتى بدون كارثة بدون أزمة هي تخلق نوع من الشخصية الاتكالية، ونوع من يشعر الطفل أنه يعني الأب أو الأم هو امتداد لذاته، بالتالي الانفصال يصبح مقلق، يعني بصير عنده قلق الانفصال، ويصبح التعلق يعني شيء
مزعج جدا بالنسبة لهذا الطفل. الحوارات التي من الممكن أن يقوم بها الأباء مع هؤلاء الأولاد، هل استذكار ويعني تفريغ المشاعر في هاي الحادثة يساعد، أم يعني نريد أن نتحدث ونتواصل بأشياء أخرى؟ لطيف، هو مفروض الآن بعد مرور سنة وصلنا تجاوزنا هذه المرحلة، الآن الحديث خلينا نحكي عن الحديث الإيجابي أكثر، الحديث عن الأهداف المستقبلية بالضبط، الحديث عن بناء الذات، الحديث عن الطموح، عن التحصيل، عن كيف نقضي وقتنا، كيف نعمل علاقات، كيف نبني، كيف نمارس الأنشطة الحياتية اليومية. يعني أنا أعتقد الآن بعد مرور سنة، ولو أنه على فكرة من الناحية العلمية بعض الأطفال، وهذا تنبيه للأباء والأمهات، قد يظهر بعد مرور سنة أعراض جديدة وتظهر أعراض ما كانت موجودة في يعني بعض الدراسات بتقول إنه بعد مرور سنة قد تظهر أعراض الـ PTSD اللي هو الضغوط التالي للصدمات. لكن بشكل عام مفروض إنه نكون يعني تجاوزنا هذه المرحلة وننطلق لمرحلة جديدة، مرحلة أكثر فيها هيك النظر للمستقبل الجميل بالنسبة للأطفال. بدي أتشكر وجودك معنا اليوم دكتور عاطف، وأنت أخصائي نفسي، شكرا لوجودك معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الفل. فاصل قصير يفصلنا عن متابعة صباح المملكة نهاية الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. يمضي الكثير من الأشخاص حياتهم بانتظار لحظة التقاعد، ظنا منهم أن تلك المرحلة ستمنحهم الراحة والاسترخاء بعد سنوات عمل طويلة، ليكتشف معظمهم أن فترة الراحة تلك لن تدوم طويلا. تيريزا أمابيل أستاذة في كلية هارفارد للأعمال وصلت لنفس النتيجة بعد بحث قامت به على 120 شخصا من أصحاب المهن، لتقول أن فترة الاسترخاء بعد التقاعد ستتلاشى في وقت قصير. أما كلية لندن التي قامت بعمل دراسة لمدة 30 سنة طبقت على 3433 عاملا، قسمت البحث إلى قسمين، 14 عاما قبل التقاعد و14 بعده، ليخرجوا بنتيجة أن الناس عند تقاعدهم يعانون من تدهور معرفي في الذاكرة اللفظية بنسبة 38% أسرع من حالتهم قبل التوقف عن العمل. كيف يجب إذن أن نملأ وقت الفراغ إن كنت متقاعدا، وكيف نخطط لتلك المرحلة؟ هذا ما ستطلعنا عليه ضيفتنا رولا العاصي المستشارة في تطوير المهارات البشرية. لكن بداية نحب أن نسمع ما هي آراء الناس حول موضوع التقاعد. في شغلات كثيرة بيقدر يسويها، ممارسة الرياضة، ممكن يشترك في نادي صحي، سباحة، الأمور هاي، إذا في عنده أحفاد يبلش بأحفاده، بس أكثر من هيك ما بيقدر يسوي. يعني عندنا بالبلد هون يفتحوا مشاريع، ينموا موهبة هي عندهم إياها، أو يلعبوا رياضة، بس المهم إنه ما ضلوا مثلا قاعدين في البيت زي اللي بتقاعد 24 ساعة قاعد في البيت، هاي يعني بتسوي زعل واكتئاب وحزن. فأنا يعني بنصح إنه يفتح مشروع يفيد حاله، يفيد عيلته، يفيد أهله. من رأيي إنه أي متقاعد مباشرة يلجأ يطور الهواية ومواهبه في أنشطة براتيك، يعني يطبقها على واقعه، وما يستناش لحتى يفوت بالحالات النفسية اللي هي مش بس تأثر عليه، تأثر كمان على العائلة، على المحيطين به. صحيح، يعني بتعرف الإنسان لما يكون متقاعد بيكون كل وقته بالعمل والسفر والضغوطات والروتين أحياناً الممل. أنا بالنسبة إلي يعني شو مفكر بعد التقاعد، نعتبرها نصيحة يعني تنطوي على الكل، ممارسة الرياضة، السفر، السياحة،
القراءة تقاعد راح يكون انه عمره يعني بتجاوز تقريبا احنا 60 سنة تقريبا هيك شيء. فبنصح انه اذا انه وضعه المادي بسمح له يفتح مشروع او مثلا يقدر يزيد دخله باي طريقة معينة، مثلا لو باي شغل، حتى لو اشتغل شغلة في البيت تمام، انه تزيد دخله يعني تزيد على راتب التقاعد تمام. لانه انت بتعرف يعني كزلم كبير ويقعد في البيت يعني طول عمره شغال ويقعد في البيت فجأة، اول شيء راح يصيبه اكتئاب، راح يصير عنده ملل، فانه هذا الاشي راح يدمر صحته. اذا نرحب برولا العاصي المستشارة في تطوير المهارات البشرية. اهلا وسهلا فيك رولا، صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا اسراء. اهلا اسراء بدي اقول لك. رولا، يعني اليوم مرحلة ما بعد التقاعد، اول شيء يعني الفكرة والصورة النمطية لمرحلة التقاعد هو شخص ما عنده لا شغلة ولا عملة، حتى النكت صرنا نعملها اذا واحد صار يدقر على كل التفاصيل انه هذا انسان متقاعد وهلا فضي للامور البسيطة، بالوقت انه بكل العالم المتحضر الانسان المتقاعد هي مرحلة جديدة للحياة. فكيف نكون هون؟ بدي أبدأ بالمفاهيم. يعني أنا لما بسمع كلمة تقاعد، أنا إلي صديقة اسمها إيمان، هي دايماً بتعلق على هذا الموضوع. أنا لما بسمع إشي اسمه تقاعد، إيش بخطر عبالك؟ إنه قعد؟ كتير سلبي المصطلح كثير سلبي. طب اعطينا مصطلح جديد وانا لك علي استخدمه دائما لاني بكره. تعالي انا وياك نقرر. تمام. يعني انا بفكر فيها الاكتفاء مثلاً. الاكتفاء هلا هذا حلو، الاكتفاء انا موافقه خلاص. تمام. معناته بعد ما اكتفينا من العمل والجهد والمثابره خلال سنوات معينه بدنا نبلش نحصد ثمار الذي صحيح لنا. فانت هلا بتكوني بعمر عندك الخبرات، عندك النوها، وعارفة هاي المعرفة، عندك البصيرة، حتى بيكون الشخص أهدى، بيكون الشخص بيعرف. فكيف إنه يسخر كل هاي القدرات؟ هو قمة عطائه بهاي الفترة، طبعا ثروة. وهو شخص أو هي شخص عبارة عن كيف يثري بالثروة هاي الحياة تبعته، وهو قادر. هلأ لما بدي أجي أحكي، أنا قبل ما أجي لعندك اليوم أنا كنت عم بفكر، حتى أنا عملت زي سيرتش، سألت جروبات يعني على الواتساب، بعض الأشخاص إنه في عنا، إحنا بالعيلة في عنا جروب زي كل العيال. فقعدت سألتهم فيهم متقاعدين وصارت الأفكار تطلع. هلأ لتيجي تحكي قعد، شوفي أنا ما استخدمتش كلمة تقاعد، إحنا شو سميناها أنا وياكي؟ اكتفاء. اكتفاء. اكتفى من العمل. اكتفى من العمل. أوكي. ليجي يقعد الواحد، هي مش مربوطة حتى بالعمر. يعني أنا بتذكر كنت بفترة أصغر من هلأ، كانوا أولادي لسه صغار، وحياتي بكمل ماجستير، أولادي عندي 3 أولاد، وأمي كانت تعبانة وبشتغل وبركض، عارفة الركض اللي بعرفش كيف بنام كيف بصحى، بس كله منظم وكله ركض. سافرت على السعودية أنا وزوجي وأولادي بهذيك الفترة، رحت لقيت الحياة ريلاكسينج، فيش في هذا الركض. دخلت بدوامة اللي هي القعدة، بعدين وقفت، قلت لا رولا مش انتي، انا اللي بشتغل على الناس كيف يخططوا لحياتهم. وبلشت زبطت نومي، زبطت، حطيت خطة للحياة. فهي القعدة احيانا بتصير قعدة، انا عم بحكي على قعدة. فهي القعدة احيانا بتصير، انا بعرف شاب خلص جامعة صابه مرض معين، ظروف خارج عن إرادته، قعد 5 سنين، بعدين هلأ هو ريسيرشر، هو شخص مهم بمكانه. فهي القعدة إذا أنت خليتيها قعدة بتستمر. صحيح، ولكن يعني معناته هاي المرحلة يجب أن يكون لها تخطيط ووعي قبل ما يوصلها. فبالنهاية كيف إحنا بورقة وقلم ممكن نخطط لهاي المرحلة، أخذين بعين الاعتبار كل الأمور اللي إحنا بنحب نعملها، وكيف ممكن نتجه بأي اتجاه؟
بديش امسك ورقه وقلم، بدي ازيد افكار. تمام. اوكي. هلا انا اللي بخطر على بالي جانبين، جانب شخصي ونفسي، والجانب الاخر اللي هو شو بحب. لانه لتوصلي مرحله، انت وصلتي مرحله الاكتفاء من العمل، معناته الركض كلياته خلص. صحيح. فبصفي القرار بايدك انت. بتقدري انك تمسكي الموضوع. انا بحب امسك ايدي هيك واقول هي سيطره. انت بتقدري تمسكي الموضوع هيك وتعملي الاشي اللي بتحبيه. لكن بس اذا سمعتي يعني رولا بالتقرير، كان هناك كثير من الاشخاص اللي بيحكوا انه طب احنا ما فيش شيء، بيحبوا يعملوا كثير اشياء لكن الدوله، المرافق، الكذا، ما في شيء. شو منرد؟ يعني انا بعرفش ليش بحب بعلق مشاكلي على علاقه حدا تاني، على الاداره، على الدوله، على بحب اعمل هذا الحكي. مش هيك الوضع، مش هيك الموضوع. عندي مش عند غيري، موضوع عندك مش عند غيرك. هلا انا بلشت احكي لك انه التجهيز لهي المرحله بدها جانبين، جانب تعرفي شو بتحبي والجانب الثاني نفسي. الجانب اللي بتعرفي فيه شو بتحبي، بتحبي ميوزك، روحي احضري دورات، بتحبي رسم، اعملي رسم، بتحبي تطبخي، طوري حالك بالحديقه، اشتغلي على اللي بتحبيه. لانه اذا انت خلصتي ركض بهالحياه وبلشتي بالاكتفاء، اذا ما لقيتي الشيء اللي تعمليه حتصفي تطلعي على الحديقه ومستحيل تطلعي فيها. على فكره هون المشكله الاساسيه، انه في ناس كثير بيوصلوا لهي المرحله وهم مش عارفين شو بيحبوا. وهي ما تقولي لي انها تخطيط ورقه وقلم هون. انا بنيجي على الورقه وقلم. يعني مرحله اكتشاف الذات هاي، انه شو بحب وشو بكره وليش وايش يعني. بتعرفي انه ناس كثير بدرسوا زي ما اهلهم اختاروا لهم، في ناس عشان هاي الوظيفه هي المتاحه ولقوا حالهم بنص الطريق وما بيقدروا انهم يرجعوا، وصلوا للتقاعد. هلا بتقولي لي اعمل اللي بدك اياه. عشان هيك قبل التقاعد هم تنتين. الاولى انا هذه بتعرفي انا بشتغل في مجال تطوير الذات. صحيح. فانا هذا الكلام هذا دائما انا بنصحه للناس في شغلهم. بقول له انت بكل الاشياء اللي بتخطط لها في يومك، طبعا احنا بنشتغل اداره وقت وبنشتغل تخطيط وبنشتغل حل مشاكل وبنشتغل بتعرفي. صحيح. هلا بقول لهم بكل الاشياء اللي بتخطط لها بيومك، انا بدي اياك تبلش تفكر بتحب نجاره، من هلا بلش جيب عده، اشتغل بال ابني الأشياء، فكر للمستقبل. المستقبل لمن أنت بتكتفي من عملك. كيفني معك وأنا بستخدم المصطلح الاكتفاء. برافو عليك. لمن أنت بتكتفي من عملك لاقي لك الشغلة اللي أنت بتحبها، فأنت بدك تبنيها من أنت لساتك بتشتغل. الشغلة الثانية النفسية اللي أنا بدي أحكي فيها، وهاي برضو أخذتها من اللي سألت الناس اللي حوالي عليها. حكت لي، قالت لي أهم إشي إنه أنا أنتبه إني ما أظلم، ما أكون يعني النواحي النفسية بتصير أكتر، إنه لأنه بمرحلة معينة هي بتحكي لي بإكسبيرينس بخبرة، بتقولي بمرحلة معينة بيكون الواحد فينا مش حيقدر يصلح اللي عمله. فالواحد ينتبه لحقوق الآخرين، ينتبه الأشياء اللي بيعملها وضميره مرتاح، حتى إن هو يوصل سن التقاعد. أنا قلت نفسي و جسدي أو عملي وبراكتيكال عملي. فهي هدول النوعين اللي الواحد يجهز حاله فيهم بمرحلة الشباب، لأنه بعدين بقولش يا ريت. هلأ لنوصل لمرحلة الاكتفاء، مرحلة الحكمة، خلينا نحكي نفسيا الحكمة من ناحية التوازن النفسي، المشاعر، كيف بينظر للإنسان، بصير ينتبه على التفاصيل، التعاملات بين الناس ممكن. صحيح. فأنت لما تكوني تطلع على أنه أنا لأجي على مرحلة الاكتفاء وبديش أوصل مرحلة أقول كيف أنا عملت هيك، فهو بده يخطط لها من هو في مرحلة الشباب وهو لساته بيشتغل، أنه يكون عادل، يكون قيم، خلينا نحكي يشتغل على القيم، عشان هاي المرحلة النفسية اللي هي بتصير لما بتقاعد. وأنا هاي جبتها من الناس اللي حواليه. طيب هلا في ناس كتير من مجتمعنا زي ما بتعرفي إنه الأحوال الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية هي مش بأحسن حالاتها، مرحلة العمل أيضا ما بعد التقاعد بعمل جديد وأحيانا لسن كبيرة،
هل هذا ممكن يساعد كثير من الأشخاص يحسوا حالهم منتجين؟ هل إذا كانت هناك فرصة للعمل مش للراحة أو الاستمتاع أو السفر زي ما هو مأخوذ عنه كفكرة؟ حقيقي أنا thank you، شكرا كثير على السؤال، لأنه إحنا بالأخير أوكي أنا صار في عندي راتب التقاعد، أنا صرت، لكن مش معناته أني بطلت مفيدة للمجتمع. أنت بتعرفي المهندسة سعاد العامري صارت تكتب وانشهرت بعد ما تقاعدت. أنت بتعرفي أنه في ناس بيصيروا بيعملوا معارض للخزف، في ست شفق رشيد هي عندها بتعمل كل سنة معرض للخزف، هي هوايتها الخزف لكن بالأخير بصفي دخل لإلها. صحيح، يعني بهذا الوقت بتستثمر موهبتك، الأشياء اللي أنت خبراتك كلياتها بتقدر تحطيها هون. أنا لما حكيت لك أنه أنا لما قعدت، أنا من الناس اللي برسم بفترة من الفترات من حياتي، هي كانت فترة قليلة، أنا برسم، فرحت أخذ دورات طورت الرسم عندي وعملت معارض، وأول معرض دخل علي فيه 27,000 ريال، خف عقلي. يعني هي فكرة إنه الواحد صحيح بيقدر، طبعا كل شيء بيقدر أحياناً. هلا لما باخذ دورات بقولوا لي ليش، بقول لهم عشان فترة تقاعدي اكتفائي. بالضبط، هاي اكتفائي. هي فترة الاستعداد يمكن الاستعداد للتقاعد. رولا العاصي شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير. شكرا لك، انا دائما بحب اكون معك. وانا كمان بحب وجودك معنا. الله يسعدك، اهلا. فاصل قصير من بعد نواصل صباح المملكة نهاية الأسبوع. أهلا بكم من جديد. جميعنا يجد صعوبة في فهم المصطلحات المطبوعة على الأغذية الجاهزة، أو حتى يغفل أحياناً عنها عند الذهاب للتسوق. هل يحتوي هذا المنتج على سعرات حرارية عالية أم أنه خالي من السكر، دهون مشبعة، طاقة، صوديوم، الكثير من البنود؟ كلها أرقام ومصطلحات لا نستطيع معرفة معانيها أو حتى مدى الاستفادة منها عندما نتناولها. فما هي المعلومات التي تقدمها لنا الملصقات الغذائية؟ كيف نقرأها وعلى ماذا نركز؟ ستجيبنا عن ذلك أخصائية التغذية مجد الخطيب. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك مجد. يعني هاي يعني كودات بهيك بتحسيها، أصلا الخط كتير صغير. بعدين تكتشفي أنه في كتير من المعلومات لازم نكون نعرفها طبعاً. عن أي منتج طبعاً. فخلينا نبلش، ماذا يحتوي هذه المربعات الصغيرة؟ شوفي، أول إشي لازم نعمله إحنا لما ننزل على السوبر ماركت أو بدنا نعمل شوبينج للبيت، نطلع على النيوتريشنال فاليو أو الملصقات الغذائية اللي موجودة. صح بتكون خلينا نحكي تيبل صغير أو جدول صغير، والخط فيه كتير صغير، بس في شغلات معينة بس بدنا نتفرج عليها عشان نتأكد إذا إحنا عم ناخد إشي بيأذينا لصحتنا أو لا. دايماً على الملصق الغذائي بالنص بيكون فيه الدهون المشبعة، نسبة الدهون، السكريات والصوديوم. هدول أكتر شغلات إحنا لازم نطلع عليهم، لأنه أكتر شغلات ممكن تأذي جسمنا. إذا كانت أقل من 5% فهي ممتازة لأنه نسبتها قليلة. إذا كانت أكثر من 20% فهي كانت نسبتها كتير عالية، وعادة بيكونوا حاطين النسب تاعهم. هو كمان أنت ما تنسي أنه حسب الـ 100 جرام، يعني إذا في على الحبة، إذا في أشياء على الحبة أو على لا، النيوتريشنال فاليو أو هي الملصقات الغذائية اللي هي بتكون مكتوبة ورا بتكون معتمدة على حدا عم بياخذ 2000 كالوري، وبيعتمدوا على الحصة وليس على البار.
مش يعني لكل 100 جرام مثلا مثلا شوكولاته وهي شوكولاته فيها 25 جرام، هم اللي ورا بيكونوا حاطين لكل 100 جرام، ما بيكونوا حاطين لكل 25 جرام. السعرات الحراريه اللي هي اول شيء بتكون محطوطه، بيكون في رقمين، بيكون شيء مكتوب عليه كيلو جول وبيكون شيء محطوط عليه سعره حراريه او كيلو كالوري. الكيلو جول دائما بيكون بال 4000 والارقام اللي كثير عاليه ما تخافوا منها هاي، لانه طبيعي دائما بتكون حسبتها رقم كثير عالي. اما السعرات الحراريه بدكم تنتبهوا مثلا اذا هي فيها 400 سعره حراريه بدكم تنتبهوا هي ل 25 جرام ولا هي ل 100 جرام. اذا ل 100 جرام وانت عم تاخذ 25 جرام 250 جرام مقدور عليهم خلال اليوم. نرجع بنحكي كل الارقام هاي مكتوبه لشخص عم بياخذ 2000 سعره حراريه باليوم. هلا يمكن انا وانت ما بنوصل 1500 كمثال، بس هي بشكل عام بيعطوها للاشخاص سواء كانت شاب او بنت عم بياخذ 2000 سعره حراريه. طيب خلينا نحكي انه في يعني في بعض الأبوة مثلا زي الدهون المشبعه او غيرها، في بعضهم ما بيكون في تفاصيل كثيره ما تكون مكتوبه، فكيف ممكن نتاكد من نوع هاي الدهون؟ دائرة الغذاء والدواء سواء كان عندنا سواء كان بأمريكا أو بأي دولة موجودة بتجبرهم يحطوا بالملصق الغذائي عدد آيتمز معينة أو أشياء ممنوع يتغافلوا عنها. اللي هي برجع بحكيهم الصوديوم، الدهون المشبعة والسكريات. ليه هدول لازم ينحطوا؟ لأنه من أكثر الشغلات اللي ممكن تسبب في عنا كوليسترول، ممكن يصير في عنا ضغط، ممكن تأذي الكلية. الجلوتين مثلا مش من الشغلات اللي ممكن يغفلوا عنها، لأنه في كتير ناس عندهم حساسية قمح فما بيقدروا ما يذكروا الجلوتين. هلا ممكن يقولوا لك مش جلوتين، ممكن يكتبوا منتجات القمح أو طحين القمح أو عرفتي كلمة القمح هاي لحالها بتدل للشخص اللي عنده حساسية من بروتين القمح إنه أنا ما بقدر آخذ هذا المنتج بشكل عام. هلا إيش الشغلات الثانية اللي ممكن إحنا ما ننتبه لها؟ السكريات كمثال بيرتبوهم وراء بعض بحسب مدارهم. يعني إذا أنا في سكر طبيعي موجود بالعصير اللي أنا بدي أشربه، سكر طبيعي اللي هو يوجوالي فركتوز واللي هو سكر الفواكه أو سكر الحليب اللي بيعتبروه فقط سكر طبيعي. أي إشي تاني سواء كان عسل سواء كان سكرالوز أي منكه أو مضاف لا المنتج هذا يعتبر سكر صناعي، مشان هيك لازم يذكروهم كل ما كتروا. يعني المواد الصناعية هم مجبرين أنهم يحطوا إيش هي المواد؟ مجبرين يحطوا أهم شغلات اللي هي بتكون قيود أو شروط طاعت الغذاء والدواء جابرتهم انهم يحطوها. تمام. ما في شيء مسموح ينزل على السوق من الصبغات او من المواد المضافه، مسموح ينزل على السوق اذا هو اعلى من النسبه اللي سمحت فيها الغذاء والدواء. بس اللي النسبه اللي تسمح فيها الغذاء والدواء هي رينج كثير كبير. احنا فوق هذا الرينج مضر لنا وتحت هذا الرينج قليل لنا. فيتامين دي او الكالسيوم من الشغلات اللي مرات ممكن تكون مضافه للمنتجات اللي هي موجوده عندنا. مرات بيكون هذا المنتج فيه نسبه فيتامين دي او فورتيفايد مدعم بالفيتامين دي بنسبه كثير عاليه، فاذا شخص اصلا عم بياخذ سبلمنتس او مدعمات للفيتامين دي ممكن لا سمح الله يصير في عندنا تسمم، لانه هو غير ذائب بالماي ذائب بالدهون. عرفتي؟ بدنا ننتبه لشغلات كثير صغيره، المدعم بالحديد بننبسط انه نجيبه لاولادنا، المدعم بفيتامين سي. الاسبارتيم من انواع السكريات المضره جدا جدا جدا، موجوده بمنتجات الدايت. ايش الرموز اللي بتكون مكتوبه فيها؟ مكتوب اسبرتيم، يا اسبرتيم بالانجليزي يا اسبرتام بالعربي. هذه من اكثر انواع السكريات المضره اللي بتاذي الجهاز العصبي، فاحنا مش من اول ما نشربه حيأثر علينا، وخصوصا المشروبات الغازيه الدايت بكل انواعها موجود فيه هذا السكر. باي تايم من اكثر مسببات الزهايمر بين الناس هو الاسبرتيم لانه بضرب الجهاز العصبي. منيح اللي قلتي لي عشان تغيري. لانه دائما بتعرفي احنا دائما عم مثلا هذا خالي من السكر لكن مضاف له انواع اخرى. يعني في كثير شغلات احنا ما بنعرف، طب هذا النوع الاخر هو ممكن السكر يكون اقل هو اللي عم بضرنا. صحيح. طيب خلينا نحكي كمان عن الصوديوم، ولما نقرأ مثلا كلمة مخفف، كلمة مخفف ماذا تعني؟ هل معناته أثر هذا الشيء رح يكون مش موجود؟ الصوديوم من أكثر الشغلات، هو الصوديوم أو سواء كان بيحكوا الملح الصيني مرات بيكونوا ضايفينه، بيكون من الشغلات اللي كتير سيئة اللي ممكن تأثر على السرطانات بالجسم. عم بحكي عن الملح الصيني وليس عن الصوديوم. أما الصوديوم نسبته وجودها بالمنتجات الغذائية اللي موجودة على كل الرفوف بالسوبر ماركت، هو بيأثر عنا على الضغط، بيأثر عنا على الكلية، بيأثر عنا على احتباس السوائل. فكترة الملح مضرة، ما هو الأبيضان هم التنين المضرين سواء كان الأبيض الملح أو السكر. أما كلمة مخفف أو لايت أو لو فات أو عرفتي هدول على المنتجات اللي بتكون مطبوعة ولا إرادي عيننا بتلقطها بصير بدها تاخذ هذا الطبق، بروح الإحساس بالذنب 100%. إنه هم حكوا لايت شو أعملكم أنا. كل إشي كان قليل بالدهون ممكن يكون عالي بالسكر.
فلو فات مش معناته انه هو قليل بالسعرات الحرارية وقليل بكل شيء، اعطوني يلا كمشة منه خلوني اكل وانا مبسوطة. ممكن يكون خالي من السكر بس عالي بالدهون 100%. فاحنا مشان هيك برجع بحكي لازم نلف ونقرا الملصق الغذائي. اسراء، انا من الشغلات كمان اللي بحب انبه عليها لانه انا من الناس اللي كنت اتمقلب فيها، للاسف بالسوبر ماركت، السوبر ماركتس الكبيره التركيز على تاريخ الانتهاء او الاكسبايري ديت بالمنتجات كثير قليله، وكثير مرات بتروحي بتشتري انت المنتج بس تروحي على البيت بتلفيه بتلاقي انه والله اكسبايرد. مشان هيك مش بس احنا بدنا نتطلع على الملصق الغذائي او نيوتريشنال فاليو، خلي عينكم تضرب دائما على الاكسبايري ديت او تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء عشان تتاكدوا انه انتم يمكن الشغلات اللي عم تشتروها لاولادكم مو لكم، يمكن ابنكم قبل ما يفتح الشوكولاته او قبل ما يشرب العصير ما انتبه اذا هو خالص مدته او لا، فانتبهوا عليها كثير. يعني بالذات موضوع العصائر مجد، يعني هذه كل مره بالصدفه كمان انتبهت انه هلا بكون مبين كثير عليه عادي العصير، لكن بكون في ضربه ماكل ضربه فكل البكتيريا فايته من جوا ومنيح ما بعرف كيف، يعني انتبهت انه انتبهت لانه كنت بدي افرغه. عرفتي؟ فهاي من الأشياء كمان قديه مهم إنه ننتبه لها خاصة مع الأطفال. شوفي العلبة المبعوجة أو ياي هاي وقعت يلا مش مشكلة هاتوا على السريع نفتحها، قدامك وقعت وهي كانت منيحة وفتحتها على السريع بفرق عن أنت جايب مبعوجة إيش نقدر نسميها، مضروبة مفعوصة طالعة، عرفتي يعني واحدة منها ما تنتبهوا عليهم، انتبهتوا موجودين بالرفوف عنها مو مبين عليها لأنه على الطرف، عرفتي يعني فكرة أنك تتفقد صراحة هي بتكون مبينة، بس أنت لما تروحي تعملي شوبينج أنت بتكوني معجوقة بمليون إشي بدك تحطيه بتمسكي وبتزتي بالسلة، ما بتكوني عم بتدققي عليهم. طب أنا ما عندي أساساً ساعة ألحق أعمل الشوبينج تاعي عشان أقعد أطلع على النيوتريشنال فاليو ولا أدور إذا العلبة مطعوجة، وحيان بكونوا أفرز أصلاً، هاي الأشياء بتكون عبارة عن عروض كل ستة محطوطين مع بعض، ستة موجودين مع بعض، واحد منهم كان مضروب قبل ما تسكبوها بالبيت امسكوا المضروب وكبوه بزبالة. ليه؟ لأنه أول إشي ممكن يكون مصدي من جوا مشان هيك فقع، ممكن يكون خربان البرودكت من جوا مشان هيك نفخ من فوق، ممكن يكون وقع ودخل بكتيريا معينة سببت بأنه يصير فيه بكتيريا. طيب إذا بدنا نحكي كمان على أنواع العصير الطبيعية وغير الطبيعية، عادة إلا ما يكون فيه هناك مثلا نسب معينة، صحيح. فكيف بنعرف هذا أحسن من هذا؟ نسبة السكريات دائما بالعصائر بدنا ننتبه إذا مضاف إليه سكر أو لا، في مرات بيكونوا كاتبين سكر مضاف بنسبة معينة، في مرات بيكونوا كاتبين أسماء السكريات المضافة، الميبل سيروب، السكر، السكرالوز، العسل، هذا كله من الشغلات المضافة العالية جدا بالسكر. فإحنا برجع بحكي أول إشي بدنا ننتبه عليه إذا موجود فيه سكر طبيعي، مين السكر الطبيعي اللي هو اللاكتوز سكر الحليب أو الفركتوز اللي هو سكر الفواكه، أكتر تنين إحنا بنقدر ننتبه عليهم عشان نتأكد. من العصائر الإشي الثاني اللي بحب ننتبه عليه إذا هو مدعم بفيتامين دي أو فيتامين سي، إذا كان خصوصا عصير البردقان دائما بيكون مدعم للصغار، إذا كان مدعم من الأشياء اللي منيحة أكتر. بدنا ننتبه للصبغات إذا هو فيه، بتذكر إحنا عصيرنا وإحنا صغار كان مي سكر دبان، صحيح 100%. فهو هلا مثلا هاي العصاير ما كانت موجودة أبدا، وإحنا عم نحاول خلينا نحكي كوعي إنه لا بنحاول نعطيه فريش، عم نحاول نعطيه أشياء، وبرضه مش كل شيء مكتوب عليه طبيعي هو طبيعي 100%. بكونوا كاتبين عصير طبيعي بس ننتبه لتحت بكونوا مكتوب نكتار أو بيكونوا حاطين عصير مركز مخفف، عرفتي مركز مخفف إنه حطوا الإسانس نفسه وبعدين خففوه بمي وسكر معينة. تمام. مشان هيك لازم نكون واعيين لنقدر نقرأ كل الداتا. يعني أكيد بالنسبة أيضا لموضوع الأطفال هي أكثر الأشياء بحاجة إلى حذر. النصائح اللي ممكن انك توجهيها للناس بشكل عام عن هذا الموضوع اخيرا، اكثر شيء انا بحب احكي لكل حدا حتى لو انتم مستعجلين وحتى لو انتم مش ملحقين، وكلنا بنحب العروض وكلنا بنحب نشتري الاشياء الفاميلي باكس لانها اوفر علينا بتمشينا لفتره طويله، خصوصا بالبيت اللي فيه صغار لانه ما شاء الله بيكون استهلاك المواد الغذائيه اسرع من البيوت الثانيه. بدكم تنتبهوا كثير منيح للاكسبايري ديت، بدكم تنتبهوا كثير منيح لنسبه السكريات الموجوده، بدكم تنتبهوا كثير منيح لاذا فيها مدعمات خصوصا كورن فليكس او سيريالز بشكل عام اللي عم بتجيبوهم لاولادكم، اذا مدعمه بالحديد مدعمه بفيتامين دي، تاكدوا من نسبه الدهون المشبعه اللي موجوده، تاكدوا من نسبه حسبه السعرات الحراريه، ما عم بحكي لكم كونوا اكستريم بس انتبهوا. نعم مجد الخطيب شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك، صباح الخير. اهلا.
أرادت أن تعطي البيئة عمراً أطول عبر التقليل من استخدام النفايات ومحاولة إعادة تدويرها كهواية تنتج من خلالها قطعاً فنية مختلفة. لنشاهد كيف حولت منى هوايتها في إعادة التدوير إلى مصدر دخل لها. إعادة التدوير بلشت معي من وأنا صغيرة، وهذا السبب كان أساسي الوالدة الله يرحمها. إحنا كنا ساكنين في الكويت، وكانت الكويت لسه مدينة صغيرة ما كانت فيها مواد وسائل الترفيه ولا المواد متوفرة، فالوالدة كانت تجيب مثلاً نواة الزيتون، تعلمنا كيف نعمل منها العقد، المسبحة، سوارة، حتى كانت تجيب المجلات نقصقصها ونلفها نعمل منها كمان العقودة. إعادة التدوير مهمة في كذا مجال. أول مجال إنها بتنمي الشخصية للفرد، إنه يكون في عنده إبداع، يكون في فكره دائماً شغال لإشي جديد يطور. قد ما فيكي أنت تقللي من النفايات، أنت أعطيتي عمر ووقت للبيئة حواليك إنها تعيش. هذا بيترتب على مصلحة الأجيال القادمة. إحنا بإعادة التدوير بنقدر نخلي الفرد منتج. مواد عندك متراكمة، انت بتقدر تستخدميها في تجميل البنزل، تجميل البيئه، هدايا، كمان مصدر دخل للعيله. يعني انت باستخدامك للجرايد ممكن تعملي بازه، تعملي سلال، تعملي براويز، تعملي تحف، تعملي وهي جرايد. حولت الهواية لمصدر دخل من زمان، تقدر تقولي من 20 سنة إذا مش أكثر. دخلتها في مجال شغلي، يعني أنا لأني بحب هذا الإشي فلقيت الناس عم تقبل عليه، ولقيت إنه صحباتي بشجعوني، أهلي بشجعوني، ولقيت إنه في مصدر دخل جديد لإلي. لما بنجز قطعة من مخلفات الطبيعة والبيئة وبخليها لإشي تاني، أنا كتير بكون فخورة إني أنا قدرت أوصل فيها لمرحلة ما حد يصدق إنه هذا الإشي كانت هيك. بالعكس بكون كتير سعيدة. إعادة التدوير كتير مهمة، مش على مستوى الفرد بس أو الشخص، لا كمان على مستوى المجتمع، مستوى دول كبيرة، حتى دول كتير كبيرة عم تستورد النفايات وبتبقى تعيد تصنيعها مرة تانية، بتستخدمها كسمات، بتستخدمها في البناء، بتستخدمها في الأشياء التجميلية. إحنا عنا ثروة بس إحنا بنرميها إذا إحنا ما عرفنا نستخدمها. غدا يوم جديد يجمعنا بكم. شكرا لمتابعتكم دائما، إلى اللقاء.